هو كان بس وقفته بيبي يو اوكي معاه بيبي ولا بس جينا واعي شلته. This is my man. This is my man. طعمته هي كيف طعمته هي ما عنده اكل كله لحمه مش بياكل لحمه بس منيح اذا بتعطوه اكل هيك يعني لحمه وهيك اشياء I don't know. ما لازم ما ينفع موته من الجوع لا بس لا اكله بس لا بس اذا هو بيرتاح بالاكل ثاني ليش ما ياكل لحمه ما كلب هو لك ايه بس بعده صغير اكزاكتلي بعده صغير وتاني شيء بكره بتعرف اذا بنصير نطعميه اكل عادي اللي نحن بناكله انا كان انا عندي كلب كان شو صار فيه؟ مرتين جبت كلب بصير بده يصير ياكل من اكلك ويصير يضايقك كثير ويصير يعوي ويوقف حدك كثير بيزعج خليه معود على اكله يا حي ما عم ياكله اذا بنطعميه اكل اللي بناكله نحن بصير ريحته كثير بشعه زي النهارده عملت ريحه اذا هلا بتعرفي امبارح قد ايه انبسطت انا وياه طعمه مش اكله بس هو المشكلة انه مش بياكل اكل لو وقفت على ريحة الكاكا تبعه ولا مشكلتنا انا بس ريحة الكاكا احنا لا ريحته مش كثير بشعة والله؟ ايه ايه مش كثير ريحة بشعة بتعرف انا ريحة لو بشعة بشعة ما فيك تمرق اذا بيمرق من حدك بفح مثل لارا عم تمرق من حدي ما عم لارا ليك شو رأيك هلا لارا هن ما رح يجيبوا شامبوان هلا شو رأيك نغسله بشامبواناتنا بهر كل شعره كل شيء بهر شعره اوكي There's no solution. أنا عمل له سشوار أبخي. نجيب له dog's shoulders. مش على كده إنه he can't use our shampoo. بعرف بس ليك اسمع إذا ما جابوا هلا شامبو شو رح يضل هيك؟ مش عارفة دي المشكلة. بتعرفي شو؟ رسليه للبيت. إيه؟ إذا كان ما رح بياكل شيء وأصلا لازم يشوفوا الفيتيرينير. أنا برأيي نعطيه لوديع ياخذه يربيه عنده بالبيت. بتعرف بينبسط فيه كثير اي والله تعال اعمل له اياها رح نعمل له سبيس بضل له اياها كلبي انا بشريطه حمراء ونعطيها لوديع ربي عنده بالبيت just because you're jealous of him doesn't mean you're gonna take him away from me خضرا نعم مش حمراء شريطه لون ثاني محمد my only friend in the academy قومي جد قومي خلص تركوها هي وياها بس ما قومي وباش قوم تركوها لحالها يلا انا تركت الظهر روح عند يور بيست فريند فريندز فريندز يلا ليتس تيك شاور مي تو ليتس تيك ا شاور اند ذن سليب يا عزوز هلا ما خلص تغسيل ايدين عزوز رايدة يا عزوز يا الله شو هالصوت بليز باش رايدة انه ما عرفت تغني لي اليوم لعيوني لا حياتي بغني لك لا ليك اسمع ما بعرف نسيت الكلمات لك لعيون ودار جمال عيونك لساني جنة ونار جنة ونار ضحكة أحمر سمعت باش أجمل رموز سمعت قلت هلا أو لا نسيت الكلمات لأنك طلعت بعيوني جمال عيونك لساني كلمات مبسوطة هلا دون لاي لهم دون لاي لهم والله عن جد نسيت لك أنا لما بشوفك قلبي ما عم بحكي عليها ما حكي عيون ودار لا هديك غني ما بعرفها اصلا لهيك غنيت لك هي الغنيه اني بحب بس هي البنت بدها عيون ودار قلنا ونار ضحكه نهار اجمل رموز ما بعرفها اصلا هالغنية مين هالغني تامر حسني ما بعرفها يا حياة والله انا ما كثير حافظها كمان بس المهم غنيت لك غنيه بحب انا وفيها اصلا اصلا بكفيني انه اجاني مسج مكتوب فيه محمد باش وبسمه حياتي انا عيوني عم يجعوني صاروا عم شكلي رح اتحسس من هذا الكلب والله لارا اذا كنت بتحب لارا لازم تستحمل كلبك لارا انا لهيك بستحمل كلبك بس قلني بحبك امي يا رانا بس كمان انا بحبه امبارح انبسطنا كثير انا وياه ما قلتيلي انه وانا امبارح انبسطت انا وياه بس كمان انا 6 ونص الصبح هو بيحبك عشان انت بتحبيه ايه انبسطنا هلا وعدنا بتعرفي قد ايه قعدنا امبارح بس كنت عم بضحك لانه كان عم يزقزق كثير حلو يلا انا بدي اخذ شاور وبيجي اشرب شيء وروحنا لكل الفانس تبع بسمه رايحه تاخذ شاور وبعدين راجعه بعد شوي تشرب شيء وبعدين تفوت تحط راسها وتندفئ تنام ما
انا هو قال كان هيجيب النهارده ما جاش وسالت كنترول في رياضة؟ لا أنا يا الله بدي أخذ إذن مدام ميري حط راسي ونام شو هذا؟ بفكر في الإبل بخطط الأكشن بتوعي أنا أم أروح إيه؟ خطط كمان أنت كده كده شكلك مش هتعمل حاجة بكرة يلا عادي نطلع من هنا شو الشغلة They didn't answer. They have a specific day for it. It's always after Tuesday, after the nomination. Okay. Okay, Basma. المشهد بتاعنا سهل. That's what I like. إنه ما فيش حاجة that difficult. وخططنا هنعمل إيه. It's all improvisation. فاهم قصدي? We know what we're gonna talk about. We know everything. Everything is set. بس I don't like the, يعني مش عارفه السيارة انت ما جربتي ما عملتي هدول حركات بركي كان في غلط فيهم لا لازم تجربي بس ناصر is working on his song بعدين عشان المشهد سهل فات انه it's easy and stuff but we can work on it later بس ناصر بعد الايفال اللي فات he really needs to work on his song انت ما شفتش عمل ايه الايفال اللي فات لو منيح مع وقت لانه هو اخر حدا راح يكون يكون اخر جروب انت وياه فمنيح بيكون في وقت انا وعبد العزيز عم بفكر نفوت اول شيء نخلص بليز لا غني منيح بليز محمد ورك لا أغنية. I have it. It's not going away. لا أنا ما عم بحكي عليها بس عم بحكي إنه هيك لو ترفعي هذا هيك يكون زي كذا. Yeah. زي كذا زي كذا زي كذا. كذا؟ زي عم بحكي إنه يكون زي كذا يعملوه زي كذا. لا. طيب. عبد العزيز يا ربي هو ليه بياخد وقت عشان يغسل ايديه؟ ما تديله انتي بكتيريو عرفتي كيف انا عم فكر انه عم فكر مثل قلت لك نفوت سوا ونطلع مثلا يطلع هو كذا وانا كذا بعدين لما نطلع نشوف بعض ننقز زي كذا ونساوي المشهد وخلاص هيك يعني يكون بس لازم تبقى عندك فكره بعد انه حلو قوي بعدك قلب حبك موال شي مرة سال يا غال حالي شو صار همي مشتاق صدقني ونار الأشواق حرقتني كيف قال